يا دولة بقى يا عم، ايه يا عم مالك مكتئب كده؟ بقى في حد يعني يروح المصيف ويبقى مكتئب كده؟ ده انا لما بروح القناطر بزقطط. يا رمز، المشكلة دلوقتي في الناس اللي عايزين يطلعوا معايا المصيف دول، انا مش عارف اخد مين واسيب مين. رد على ماما. رد. الو؟ ايوه مرات عمي. ايوه هنا موجود اهو عادل. ايوه لحظة واحدة بس. دولة انت عرفت ازاي ان هي مرات عمي؟ هات يا ابني هات. يا ماما. لا يا ماما مش عايز حاجة، ربنا يخليك. يا ماما موضوع المصيف ده هنتكلم فيه بعدين يا ماما، أنا في الشغل دلوقتي. حاضر يا ماما. لا أكيد طبعا. ماشي مع السلامة. مع السلامة. عرفت إزاي يا دول؟ شوف الراجل اللي جاي ده عشان عايز يسأل على حاجة. شوفه. مفيش حد يا عم جاي يا عم. مفيش. هو 8 شارع المأمون فيه؟ لا هو الحقيقة أنا مش من البلد دي يعني، أنا هو اللي عارف هناك أهو. بص يا حضرتك، هو تاني شمال في أول يمين هتلاقي أول دور حسام، هناك بيركبوا غاز بالأمارة. اتفضل. حسام. دولة إيه ده؟ أنت عرفت إزاي الحاجات اللي قبل ما بتحصل بتحصل كده؟ عرفتها إزاي يا أخي؟ يا ابني كل يوم بيجي يسأل. شوف رد على حماتي. رد على حماتي. ألو؟ ايوه خالت مرانيا. ايوه دول موجوده اهو. انت عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ خلاص. ايه يا حماتي؟ ايه الاخبار؟ ايه عملتي لي الكيكه اللي انا ما بحبهاش؟ اللي انا بحبها. طيب يا حماتي تسلم ايديك. لا شكرا، مش عايز حاجه يا حماتي. انا مش عايز حاجه. لا الف شكر الف شكر. مع السلامه. مع السلامه. قول لي يا دولة بقى، قول لي انت بتعرف الحاجات دي ازاي قبل ما بتحصل؟ يا ابني ده علم جامد جدا، وعالم ودنيا، حاجة ما تعرفهاش انت يا رمز. طب دولة يا ابن عم حبيبي يعني ما تعلمني. اعلمك ان انت تعرف الحاجة قبل ما تحصل يعني؟ يا ريت. لا صعب عليك يا رمز، ده صعب جدا تدريبها والعملية اللي بتتعمل. لا مسألة صعبة قوي يعني. ليه يا دولة بقى؟ انا هستحمل يا عم. بص انا علشان اعرف الحاجات قبل ما تحصل زي كده دولة، انا ممكن استحمل اي حاجة. ماشي. عارف شنطة العدة اللي انت بتخبي فيها بنطلون البيجامة بتاعك؟ ايه ده، وعرفت دي كمان؟ روح هاتها. روح. غبي، دي شنطتي انا اصلا. غبي اوعى تكسر التمثال ده بالشنطة. ياه، وكنت هتعرف كمان ان انا كنت هكسره. ما انا شايفك يا تعال خلي بالك، ده اغلى تمثال عندنا في البازار. اهو يا دولة اهو. ماشي سيبه بقى على الارض. اهو يا دولة. وريني كده. بص يا رمزي. رمزي اهم حاجة في البني ادم القفا. يعني انت اصلا قفا. انا قفا؟ ايوه يا ابني، دي مش حاجة وحشة يعني. ما عندك مثلا محمود عبد العزيز، الحاجة الوحيدة اللي غنى لها ايه؟ القفا. ما قال اه يا قفا اه يا قفا اه يا قفا. كان بيغني لك يا ياض. بجد يا دولة؟ امال ايه يا ياض؟ وريني بقى القفا ده عامل ازاي. يا نهار ابيض، ده اسود يا لا، يخرب بيتك. ده بص، هو القفا المفروض اول حاجة لازم تلمع ويبقى نظيف ويبقى بيبرق كده. وريني في العدة كده. هات لي صنفرة او هات مبرد. حاضر دولة، استنى بس. بنطلون بيجامة، انا مش قلت 100 مره ما تحطش بنطلون بالجامعه ده في شنطه العده. انا ما كنتش عارف ان انت هتزعق لي كده. اشتغل بسرعه بقى دول، عايز اعرف. يا جماعه انا في وضع محرج جدا، مش عارف اختار امي ولا اختار اختي. اعمل ايه بقى كده يا عادل؟ لسه بتفكر تاخد امك ولا لا؟ وما يفكرش ليه يا ماما؟ مش انا اخته اللي متربي معايا من وهو صغير وبيحبني وانا طول الوقت بخدمه؟ اه يا دنيا واطيه، وانا اللي كان نفسي ان احنا ناخدك معانا. جرايه يا جماعه، جرايه يا ماما، ايه يا سناء؟ هتتخانقوا عشان اسبوع مصيف؟ انا ممكن اعمل اي حاجه يا عادل عشان اطلع المصيف ده. انا غبيه وما بفهمش حاجه، وكمان عايشه في دور اللي بتفهم؟ يا حبيبتي انا ما اقصدش ده، كلكم وطبيخي اللي بيطفش كل الرجاله كوم تاني. لا ما عدا عادل ده، يحمد ربنا انه لقى واحده زي كده شطوره وبتعرف تطبخ واخده بالها من بيتها كويس. انا سمعت تيتا بتقول ان انت بتعرفي تطفشي كوزك كويس. انت اتجننتي في مخك؟ انت فاكره ان دي شتيمه؟ انا عايز اعرف ده معناه ان انا بشكر فيكي، دي صفه كويسه. يا جماعه انا مش عايز اظلم حد، عشان كده البريزه دي هي اللي هتبقى الحكم ما بيننا. لو طلعت ملك تبقى انت يا سناء اللي هتطلعي معانا الرحله، لو طلعت كتابه يا ماما انت اللي هتطلعي معانا المصيف ده. اتفقنا؟ انا عايزه ملك. حاضر يا ماما، انت الملك وسناء الكتاب. انا عارفه يا عادل من الاول انك هتنحاز لماما، عارفه انك هتظلمني. اظلمك ايه يعني؟ هتحالف مع بريزه عليكي يعني؟ خلاص العب وخلصني يلا. حاضر. ها جاهزين؟ اه. يا
ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اللي مش عارف تلعب بالبريز، اعمل لك ايه؟ ايوه تروح هاتها بقى. انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع وحوريك. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هربيكي اساسا. لا لا انت هتقعدي. بس 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 حظكم انتوا الاثنين عجيب، انتوا الاثنين مش هتطلعوا. لقيتها واقعه على سيفها. ده غير بقى انها بتاخد علبه البودره بتاعتك وبتستعمل الروج من وراكي. اه ربي انا مش مصدقه يا ربي. ما انا برجعهم تاني يا رانيا. بعد ما تكوني خلصتيهم يا حبيبتي. انا مره شفتها وهي بتستعمل كريم الشعر بتاعي. يا بنت انت فتانه كده ليه؟ فتانه كده ليه؟ اسكتي ده يا ماما. المصيف ده فرصه انا ما اقدرش افوتها. المصيف ما بيجيش كل سنه يا ماما. لو كنت عرفت ربيكي ما كنتيش قلتي كده. ايه يا جماعه حرام عليكم بقى، كفايه. انا بالشكل ده هفكر جديا ان انا ما اخدش ولا واحده فيكم. نعم اكملوا خناق بكره لو عايزين، عشان النهارده خلاص دماغي ضربت. ماما انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف، يعني لازم اطلع المصيف. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هطلع المصيف. هتشوفي هتشوفي انت انا اللي هتشوفي. ماما ما تعندنيش. مش كل مره. لا انا اللي هطلع المصيف. انت انانيه يا ماما. لا وانت اللي ما تربيتيش اساسا. ما ينفعش اطلع انا معاك المصيف ده؟ المصيف؟ الله يا رمزي شكلها انا وانت بس اللي هنطلع المصيف ده. ربنا يخليك ليا يا دولا. احسن والله احسن، بس عايزين نبقى ناخد سناء معانا بقى. اشمعنى سناء يعني؟ يعني يا دولا انا قصدي يعني ان انت ابن عمي وهي بنت عمي وانا ابن عمكم، فكلنا عيله يعني. ده احسن يعني. انا بحب الرحلات العائليه قوي. يعني انا لو طلعت مع البيت هتبقى رحله شخصيه، وبعدين انت كل شويه تقول لي انا ابن عمك ويا بنت عمك، كل شويه تفكرني. معلش يا دولا بقى. عادل انا عرفت ان انت مؤكد جعانين فقلت اجيب لك الغدا سخن. ربنا يخليك يا نقص. يعني اول مره تعمليها يعني يا سناء؟ حنينه والله، حنينه قوي يا نقص. انت اخويا ولازم افكر فيك طبعا يا عادل، مش انت جعان يا حبيبي قلت اجيب لك الغدا. سناء بصي بطلي الحركات اللي انت بتعمليها دي. حركات ايه يا عادل؟ بدل ما تقول اختي حبيبتي كلفت نفسها وجابت غدا سخن ومشيت بيه كل المسافه دي عشان اجيبولك لحد هنا، دي امك اللي اسمها امك ما عملتش كده يا عادل. صح صح. انت مالك انت تدخل بيني وبين اختي ليه؟ انت مالك؟ وبعدين عموما سناء يعني لسه كنت بتكلم مع رمزي دلوقتي وبقول له ان انا هاخد ماما معايا المصيف. ايه المشكله يا عادل؟ عادي يعني، دي ماما خدها معاك المصيف. انا مش بعمل كده عشان اروح المصيف، لا انا بعمل كده عشان بحبك. بتحبيني؟ الله الله. بص يا نونو، انا طول ما انا على وجه الارض هتطلع المصيف كل سنه. انت ايه اللي ماشيك على وجه الارض؟ انت المفروض ما تبقاش على وجه الارض. عادل انت صح هتاخد ماما معاك المصيف؟ هتاخد ماما معاك المصيف يا عادل؟ لا 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 لا، حنينه والله، حنينه حنينه. سيب شنطتي. ايه ده يا حبيبتي يا رانيا؟ معقولة انت واقفة بنفسك في المطبخ وبتعملي صلصة؟ هاتي يا روحي ما تتعبيش نفسك ابدا، انا اللي اعمل كل حاجة. يا سلام يا مامي، ما انا كل يوم بقف في المطبخ عشان اعمل الغدا لوحدي. لا لا ودي تيجي رانيا حبيبتي عند